السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعي الكرام حياكم الله. فمع بداية شهر رمضان المبارك، أثير جدل واسع بسبب مسلسل عربي تعرضه قناة مغربية بعنوان فتح الأندلس. يحكي هذا المسلسل عن سيرة القائد العظيم البطل الهمام صاحب الجملة الشهيرة: أيها الناس، إن العدو أمامكم والبحر من ورائكم. فهذا العمل الدرامي مررت من خلاله عدة مغالطات مما أثار لغطا كبيرا. ومن بعض المغالطات التي أرادوا تمريرها من خلال هذا العمل هو أن طارق بن زياد قائد عسكري مسلم، وهذا صحيح، قاد الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الأيبيرية خلال الفترة الممتدة بين عامي 711 و718 بأمر من موسى بن نصير والي إفريقيا في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. ينسب إلى طارق بن زياد إنهاء حكم القوط الغربيين لإسبانيا، وإليه أيضا ينسب جبل طارق، وهو الموضع الذي وطأه جيشه في بداية فتح الأندلس. يعتبر طارق بن زياد أحد أشهر القادة العسكريين في التاريخ الأيبيري والإسلامي على حد سواء، وتعد سيرته العسكرية من أنجح السير التاريخية، إلا أن ما تثبته الأدلة العلمية تناقض ذلك، وإليكم البيان. حقيقة طارق بن زياد بعيدا عن الروايات المنحولة، فيجب علينا عدم الخلط بين طارق بن زياد كما تتناوله الروايات المشرقية العربية بالقصص الإسلامي، وبين طارق المغربي الموري الأمازيغي بالوثائق والمستندات الأيبيرية منذ القرن الرابع عشر، والتي تصفه بدقة متناهية بابن أمير المؤمنين وابن ملك المغرب. فهنا نجد العلماء الغربيون والإسبان منهم بشكل خاص يجزمون بمغربيته استنادا إلى القرائن الأركيولوجية التي لا تماهي معها، بل وعلى أنه نجل ملك المغرب بدون أي تبعية معينة للأمويين أو موسى بن نصير كما بالنحليات المتأخرة. ومن أقدم الوثائق التي جاءت بذكر القائد المغربي طارق بن زياد نجد هذه المنمنمة الأوروبية من كتاب بورتريهات الملوك المؤرخ في القرن الرابع عشر بعنوان دون رودريغو آخر ملوك مملكة القوط الغربية وطارق ابن رئيس المور، والكتاب متواجد بالمكتبة الإسبانية الوطنية بمدريد. فمن خلال هذه الوثيقة نستكشف بأن طارق بن زياد هنا يظهر بمثابة قائد كبير، بل وحتى بمرتبة ملك، لتساويه بعرش رودريغو القوطي على المنضدة. كما يلاحظ أيضا تعابير رودريغو القوطي الحزينة وقلة الحيلة البادية عليه، في حين يظهر طارق وكأنه يقدم حلا وبطريقة جريئة، ممسكا سيفه وباستعلاء كتفه على الكرسي. فهذه المنمنمة عليها نص باللغة الإسبانية العتيقة، وفي أعلى الصورة اسمين لمسؤولين بارزين، واحد مغربي أمازيغي والآخر قوطي أيبيري، وفي الجهة اليسرى يظهر بوضوح اسم الملك القوطي الدون رودريغو. وكذلك في الإطار الأزرق نجد ذكر للكونت يوليان حاكم سبتة الذي طلب من طارق مساعدته في استرجاع ابنته التي اغتصبت في بلاط رودريغو مقابل مساعدته في الاستيلاء على الأندلس. وفي الإطار الأخضر نجد عبارة بالإسبانية العتيقة، فهنا ذكر لكلمة ميرامومولين والتي تعني أمير المؤمنين وعبارة ملك المغرب، كما نجد عبارة
والتي تعني القائد الأعلى لجيش المغاربة، مع ذكر لمدينة طريفة. وهنا تظهر الفقرة كاملة. ويمكن ترجمتها إلى من إفريقيا طارق ابن أمير المؤمنين ملك المغرب، صاحب قوات ونفوذ كبير للمور، وصل إلى طريفة. وهذه الوثيقة الثمينة مكتوبة باللغة الإسبانية القديمة، حيث في فيخو أو فيجو تعني ابن، وتحولت إلى هيجو في الإسبانية الحالية. في الإطار الأصفر عبارة تتحدث عن القوات المغربية في إسبانيا. وبهذا نسدل الستار حول شخصية طارق بن زياد، وهل هو من الجزائر الحالية أو المغرب أو تونس أو ليبيا أم جزيرة العرب؟ فهذه المنمنمة الأوروبية تعتبر أقدم وثيقة يمكن أن تشير لتواجد طارق، والتي تنسف جملة وتفصيلا الرواية التي تدعي أن طارق بن زياد كان مولا أي عبدا للأمويين، بينما تصفه بابن أمير المؤمنين ملك المغرب والقائد الأعلى للجيش المغربي الموري الأمازيغي، وربما يكون بذلك وليا للعهد. أعزائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.